مواطن عراقي فقير يناشد دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم. خلنا نسمع مناشدته أنا وياكم ونرجع لكم. ناشدتك يا ريس صار قبل أسبوع، قلت لك على الحديد ولسه ما مبيوع، حال الضيم حالي والقلب مشلوع، حال الضيم حالي والقلب مشلوع. هو دريبك ما تتعذر، هو دريبك ما تتعذر، ساكت ليش وياي دريبك ما تتعذر. رحمة على والديك يا محمد الشياع السودان المحترم، كلمة من عندك ينفتح الحديد. ليش احنا حالتنا والله العظيم الحمد لله والشكر على كل حال، هسه بزعلنا الخاطر الله يا رئيسنا، والله العظيم انت شريف وحليفتك طاهرة، افزع عنا هسه لقط قواط وحديد، هذا اللقطة شوفه ريدك تفزع عنا. ليش اللمو ماكو فايدة، والله حصر علينا المسواق والمشتكى لله. سمعنا مناشدة رجال فقير يلم بالحديد، الحديد العتيق اللي موجود بالشوارع، يريد يعيش ما عنده مأوى، ديناش دولة رئيس الوزراء يقول افتح لنا الطريق حتى نبيع ونشتري، يقول حتى أكل ما عندي آكل. فأتمنى من دولة رئيس الوزراء بأنه ما يقصر، أكيد هو أب للفقراء ومتأكد ما يقصر، ونتمنى أن يسهل أمر هذا المواطن ويسمع مناشدته. وتحياتي لكم الإعلام علي الدلوي.